السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 10 أبريل 2022، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم جولة في سطح المنزل، يعني من الأشياء اللي من خلال يعني التحليل ديال الفيديوهات ديالي كيبان لي بأن الأعضاء والمحبين والمتابعين ديال قناة زراعة أسطح تيغاسون بو كيعجبهم هاد الجولات. فاليوم ان شاء الله غادي ندير لكم جوله عاوتاني شامله في هذا بدايه الاسبوع الثاني ديال ابريل، اليوم الثامن رمضان. تقبل الله صيامكم وقيامكم ان شاء الله. فاول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بهاد الطماطم الكرازيه او المطيشه او لا الاسم ديالها اللي هو لا ريد شيري. لا ريد شيري هي هذه، كتكون على عناقيد، تكون على عناقيد وما شاء الله يعني كتكون مزهرة كتير. وهذه يعني خلافا للأصناف الأخرى وللطماطم الكرازية بصفة عامة، فما كنحيدوش ليها لي غورمون، ما كنحيدوش ليها هاد لي غورمون هادو سرق الماء، ما كنحيدوهمش، كنخليهم لأن هاد سرق الماء حتى هما كينتجوا وكيعطيونا غلة اللي هي مزيانة ومفيدة وكتكون كتيرة. من بعد إن شاء الله يعني الطماطم هنا كيبان لكم بان كاين يعني تزاحم كثير، فانا ما غرستهاش غير باش نقول لكم، فهي نبتات بوحده وما حاولتش، حاولت خففت شي حاجه قليله وخليتها، لان الطماطم كرازيه فانا خليتها. ربما غيكون تاثير عليه على هاد الشجره ديال البرقوق والاخرى اللي باقا في السبات، يعني باقي ما فقتش، رغم اننا حنا راه تقريبا قربنا نكملوا الشهر الاول ديال فصل الربيع، الا ان هذه الشجره هذه باقي ناعسه، هذه بدات كتفيق وبدات يعني كدير نمو الخضري ديالها وبعض الازهار، ازهار قليله على العكس من الشجره الاخرى اللي هي البرقوق دغنومو ولا برقوق تزيين، فهي ما شاء الله يعني خرجت الاوراق وفي نفس الوقت خرجت الازهار ديالها. ندوزو من البرقوق ندوزو للخوخ، فالخوخ ما شاء الله الحمد لله يعني هذا الموسم يعني ناجح بامتياز، هادشي اللي غادي نقول ناجح بامتياز، وانتوما تقدروا تحكموا من خلال هادشي اللي كتشوفوا. فما شاء الله تبارك الله، كنتمنى انكم تذكروا الله لما كتشوفوا حال هاد الخيرات لا عندي ولا عند الغير. كانت واحد الاخت كانت سولتني علاش ما كتصورش الشجره من التحت، ف هي مغروسه في هذا الحوض الزراعي وها هي من تحت لاله، هي ما يكون خطرك، هي من تحت وها هي طالعه وها هي طالعه وها هي طالعه وها شجر الخوخ وها هي طالعه وها هي زيد وشجر زعما الخوخ وزيد 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 وطلع حتى الفوق ومتفرعه في هذا الاتجاه مع انتاج ممتاز متفرعه، الاتجاه الاخر مع انتاج كذلك ممتاز لا باس به ومتفرعه لهذا الجهه ومتفرعه لهذا الجهه مع انتاج ممتاز جدا. ندوزو من الخوخ نمشيو لهذه الفلفله الحاره اللي كنت زبرتها ولا قلمتها، يعني تم التقليم ديالها وهي الحمد لله ازهرت وغادي تعقد الثمار ديالها. نمشيو لهاد الشجره ديال اللوز، ها هي من التحت وها هي طالعه، ها هي طالعه، ها هي طالعه، ها هي طالعه، ها هي طالعه، وزيد 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 حتى الفوق. وهاد الشجره ديال اللوز درت التزهير ولكن في الثمار، يعني درت حبه وحده وهي اللي كنشوفوا هنا قدامكم، ها هي. نمشيو للشجره ديال التفاح اللي هي قدامكم ما شاء الله، الإثمار ممتاز كما كتشوفوا. وتا هي نوريها للأخت اللي كتقول لك ما كتوريناش الأشجار من التحت، ها الشجرة لالا من التحت وها هي طالعة وغدا للفوق، وكلهم مغروسين في الحوض الزراعي. الإشكال في بعض الإخوان أنهم كيشاهدوا فيديو واحد وما كيقولش لهم راسهم أنهم يرجعوا للفيديوهات القدام باش يشوفوا كيفاش غراست وكيفاش، لان ما يمكنش فيديو واحد نحط
يعني كما كيقولوا قصه حياه الشجره ولا قصه حياه كل شيء، هادشي اللي عندي. فالقناه عباره على فيديوهات اللي فيها كل شيء، وكنحاول انني نتقاسم فيها كل شيء من نهار غرس، من نهار بنيت هذا الحوض، حتى الطريقه ديال البناء ديال الحوض فانا حطيته في القناه عندي. اذا هذه الشجره ديال الورناكسي ديال التين. لما كنقولوا هذه الشجره اولا كتسول شي حد ما صنف هذه الشجره، كيقول لك شجره التين. نعم راه هي شجره التين، راه باينه واضحه الصنف ديالها. فالصنف ديالها هو الورناكسي. الورناكسي وهنا كاتبوا هنا، ما عرفتش واش كيبان، على العموم غادي نديكم الاخرى اللي صغر منها غادي يكون باين واضح. هذه الشجره اللي كنت قلمت وطعمت، يعني درت لها تقليم جائر وفي نفس الوقت طعيم، فالحمد لله ما شاء الله كما كتشوفوا التطعيم نجح وكذلك التقليم نجح. نطرقها مطيشه كما عليش، غادي يبان لكم هنا هما الفروع اللي خرجت شداد. هنا كذلك مطيشه اللي نبتات بوحدها ما غرستهاش، اما اللي غرست فهي هذه كما كتلاحظوا، وهي هذه كما كتلاحظوا. هادو هما اللي غرست، زائد هاد الكورجيت اللي غرست هي، هادي لا كورجيت جون. ان شاء الله لما غادي تنتج غادي نوريكم ان شاء الله النتيجه ديالها. نجيو لهاد الجهه ونوريكم شجره ديال الورناكسي الابنه ديال هادي الاولانيه اللي وريتكم، فهي مكتوبه هنا الورناكسي. لان هذا صنف الورناكسي، هذا صنف هذا الورناكسي فهو ينتج الباكور وفي نفس الوقت كيدير الكرموس، يعني الغلتين، الا ان الغله الاولى فهي كتسقط ما كتبقاش بزاف، يعني كتكون غايه كتكون قليله ما كتكونش كثيره. انا بالضبط عندي كيكون عندي اشكال فهي كتسقط عندي الغله ديال الباكور، كتسقط حتى كتقرب تعقد وكتسقط، ولكن كليت منها بعدا، كليت منها شحال من مره. على العموم هذه شجره ديال الشتوي، صنف الشتوي، هذه الشتوي ديال عين قشر. يعني شنقول لكم، رائعه جدا، رائعه جدا، يعني مذاق هائل. فهذا الصنف هذا ما كيحتاجش للذكر وكيدير غله وحده. انا فرعتها بواحد الطريقه وغادي تلقاو فيديو اللي شرحت فيه هذا الشيء، باش ما نبقاش نطول عليكم. انني حاولت باش نخليها تكون ناعسه ما تكونش طالعه، والطريقه اللي درت ليها غادي تكون في فيديوهات، واحد من الفيديوهات اللي كاينين في القناه عندي. على العموم نطلع لشجرة الرمان، فما شاء الله يعني تم التزهير، كنتمنى انها تنتج ازهار انثويه وازهار ذكريه، باش الازهار الذكريه تلقح الازهار الانثويه وتعطيني الثمار. فشجرة الرمان كتنتج زهرتين، فزهرة أنثى وزهرة ذكر، والزهرة الذكر كتلقح الزهرة الأنثى، وهذيك الزهرة الأنثى هي اللي نورمالمون كتعقد الثمار وكتولي عندك ثمار. هنا عندي في الحوض الداخل هنا عندي المخينزة ناط بوحدها من الزريعة ديال العام الأول، وكذلك كاين الكرافاس، كاين القزبور، كاين بزاف ديال الحوايج. الحوايج مثلا اللي غرست، مثلا هاد المطيشة كما كتشوفوا فأنا غرستها، وهادي غرستها، اما هذه كما قلت لكم فانا ما غرستهاش، نط بوحدها. الاصناف ديال المطيشه ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو خاص عليهم. هذه الشجره ديال الباباي اللي هي مع الاسف ذكر، يعني ما كتنتجش ما كديرش الازهار، وغادي نخليها ونساج غادي نشوفوا ان شاء الله شنو كاين. هذه الشجره ديال الفلفل كذلك، الفلفل الحار. هذه الشجره ديال الزيتون تم التزهير ديال يعني الازهار، وكنعتقد غادي يتم عقد الثمار عن قريب ان شاء الله. فالشجره ما شاء الله يعني كبرات وولاد عندها حجم كبير وما شاء الله عليها. نمشيو للشجره ديال الجوافه اللي كذلك رائعه هاد الموسم، يعني كليت منها الحمد لله، كليت منها بالمعقول، باقيين شي حبات قلال هنا. الحمد لله يعني تمتعت بالشجره ديال الجوافه، تمتعت بها بهذه الكلمه هذه الحمد لله. هذه الشجره ديال الشهديه كنتمنى انها تعقد الثمار ولو واحده، ولو تعطيني غير واحده. هذه الشجره ديال لافيت جويا، لافيت جويا ها هي بدات كدير الازهار ديالها،
كنتمنى انها تاهي تعقد ولو واحده. الباباي كذلك ما شاء الله يعني مزهره، ولكن لحد الان حتى كتبغي تعقد وكتسقط الثمار، سبب لا اعلمه. نمشي معكم تقدقة، كما قلت لكم هذه مطيشه اللي ناضت بوحدها يعني ما غرستهاش، وهذه مطيشه اللي انا غرست. كنغرس اصناف ديال المطيشه ولا ديال الطماطم اللي هي متنوعه. هذه لاكويا فخاز اللي مع الاسف وقع ليها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، وكما كتشوفوا بان كاينين نموات اللي خارجين هنا، ولكن كاين افرع اللي يبسات، وكنت كنقول غادي نزبرها، وهادشي اللي غادي ندير ان شاء الله. غادي نزبر وغادي نخلي فيها غير واحد شويه باش تقدر انها تعود تخلف من جديد. هذا الكرافس. ايوا نمشيو للجهه الاخرى. هذه لاصيغ ديالي الحمد لله، راه تلقاو الصور ديالها وتلقاو الفيديوهات عليها. الفليو اللي غادي نقطع منه نيت اليوم باش عاوتاني نديوه باش نعمرو به اتاي. البقرة ديالي اللي حيدت منها الفاكهه ديالها، وان شاء الله غادي تزهر عن قريب ان شاء الله. اشجار التين اللي عندي هنا، هذه مطيشه اللي يلا غرست على العموم. يعني السطح وحده اهم حاجه، وهادشي اللي وريتكم. هذه شجره ديال الخوخ او الشهديه اللي هي يلا بدات كتزهر، وغادي نبينكم عفوا وغادي يبان لكم الفرق ما بين هذه والاخرى. وراه درت فيديو خاص وممكن ترجعوا ليه ديال اشجار الخوخ اللي عندي. هذه وحده من لي كورجيت، هاد الكورجيت عندي هنا كورجيت نوار وكورجيت جون، وكنشكر السي امين اللي كان مدني بالبذور ديالها. اول مره غادي نجرب هاد الكورجيت نوار والكورجيت جون، ونتمنى انها نجح عندي وتانا نحصل على بذور واللي نقدر انا نعطيها للاخوان الاخرين. هذه شجره هذه شتويه، هذا الشتله ديال هاد السنه، الشتله ديال عقله ديال هاد السنه. هاني كتفيها هنا الشتوي 2022، كنتمنى انها تنجح. وهاد الشتوي هذا كاين عند السي امين من الرباط، كنتمنى انه ينجح باش تنحصل عليه على بحالو. هذه شجره ديال الحرش او الاحريش او الحريشه، كدير حتى هي الباكور، ولكن كما كتشوفوا بان الباكور غادي تسقط، هو ما غاديش يكمل. علاش ما غاديش يكمل لي الباكور؟ فقط لان الشجره باقا صغيره. يلا هذا العام الاول ديالها، يعني عام باش تغرسات، فغادي يكون صعيب باش انها تعقد الثمار ديال الباكور، اللي الباكور كيطلب ان الشجره على الاقل تكون عندها واحد عامين، على الاقل عامين ولا 3 سنين. هذه الشجره ديال الفاسي، فهاد الشجره الفاسي فيها اشكال، الله اعلم شنو هو الاشكال. فكما غادي تلاحظوا بانها الاوراق ديالها دابله، وفي نفس الوقت حتى الكورجيت اللي كاين عندي هنا فهي بدات كتصفر. السبب علاش ما عرفتش، ولكن ان شاء الله غادي نشوف، ان شاء الله غادي نحاول انني نعطيها شويه ديال لي زونغري، ولا نعطيها ما تاكل، ربما يقدر يكون مشكل ديال الاكل. هذه الشجره ديال تايجر، غادي نوريكم ان شاء الله تايجر. هذه نوع من البطيخ الاصلي او القديم. هذه عين حجله، كما كتلاحظوا عين حجله خرجت من الفوق فقط والتحت ما كاين حتى شي حاجه. هذه مطيشه اللي غرست غا دابا يعني هاد السيمانه، هاد الاسبوع. وهذه الشجره ديال الحب الملوك اللي كتسنى البرد، وهاد البرد هذا اللي ما غاديش يكون في الظلال البيضاء باش تقدر انها تخرج الازهار ديالها. هادو الاصناف ديال التين اللي غرست الموسم الماضي، او ما من العقل ديال الموسم الماضي. يعني كاين بزاف ديال الاصناف، يعني حجله، هذا الشتوي الحميري، الشتوي الاسود،
هذا صنف ديال الطماطم ديال كور دو بوف. حامضة بلدية. تين، صنف تين الغني، صنف تين ديال الغني، نفس الصنف. شوية الكرافس، الدالية، العنب ديال توكالا، صنف الغني، صنف ديال الغدان، الغدان، وهذا كنت كنعتقد أنه صنف الغدان، ولكن في الآخر اتضح لي بأنه ماشي الغدان. باش عرفتها؟ عرفتها من الباكورة اللي خرجت هنا والباكورة اللي خرجت هنا. هذيك شجرة ديال الليم في ليو الغدان مع باكورة ديال الغدان، والتايجر اللي هو ما شاء الله مرد الدوش بطايا او الفربيد دراغون اللي عندي لهي، وعندي هنا الورد البلدي ديال قلعة مكونة اللي هاد الموسم ما درش تزهير. علاش؟ حيت قلمتو، حيت حولتو، ووقع ليه بحال ان ستريس وما درش لا تزهير لا حتى شي حاجه. كاين ماشي مشكل. الكليفيا ايوا لا تويا، باش نخر نوريكم لو جيرانيوم ما وريتوش ليكم. جيرانيوم ايوا هاد الجهه اشنو فيها؟ فيها اليازير، فيها السيترونيل، فيها الحرنكش ولا الفيزاليس، فيها واحد الزهره ديال البصله. ايوا هادشي اللي كاين في السطح. انا درت معكم جوله ووريتكم اشنو عندي في السطح، وربما ان شاء الله هادشي غادي نعزو بصور اخرى ان شاء الله، وغادي نحطو في القناة عندي ونحطو حتى في الصفحة ديال الفيسبوك وفي الصفحة ديال الانستغرام اللي عندي ديال زراعة الأسطوح. وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو طويل، ولكن اللي يبغى باش يتمتع وبغى يدير جولة فأنا درت ليه الجولة، وكنتمنى أن هادشي يعجبكم، وكنتمنى كذلك أنكم ما تنسوش زر الإعجاب، وكذلك انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتنصحوا الاصدقاء ديالكم انهم يلتحقوا بهذه القناه ويشتركوا فيها، وهذا غادي يحفزني وغادي يخليني اننا نزيد ان شاء الله وندير لكم فيديوهات قصيره وندير لكم فيديوهات اللي مزيانه، وان شاء الله نبقى ديما نتواصل معكم. تحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.